المهم دلوقتي انك تشوف لك رأي في مسألة الولد ده اللي غمرته بفضلك وانقذته من الجوع. مفيش لزوم الكلام ده دلوقتي. شوف لي الحاج مدبولي جه ولا لا؟ موجود يا سعادة البيت. امضى. حاضر. طيب استناني يا ابراهيم. افندم يا سيدنا البيت. تكلم خليل افندي في التليفون حالا. وتقول له يستلم عهدة كلال افندي ويديله حسابه. ويسافر في قطر الظهر. حاضر. سمحمد قول لي يا ابني بس جرى ايه؟ مفيش حاجة. مفيش حاجة ازاي؟ انت مزعل مين؟ البيه ولا الست؟ ده البيه يحبك قوي وانا عارف كده منه. هي لازم الست. معلش يا ابني. ربنا ما ينساش عبده. أنا مستنيك تحت يا سيدي محمد. لا إله إلا الله. Thank you.
سلام التلائي وكان سلام التلائي أصبح سلام الهدى أصبح سلام الوداع هنساكي أبدا. Thank you.
سهلا. أنا مش هقدر أقعد معك النهاردة أكثر من نص ساعة. ليه؟ لأني بابا النهاردة عاوز إني أروح. ده أنا دلوقتي محضر لك مفاجأة عالي قوي. إيه هي؟ إيه هي قولك؟ هغني لك الغنوة اللي هقولها في الأوبرا. خلاص عملت كل بروفاتها؟ خلاص. اسمها إيه؟ النيل، آخر غنوة ألفها المرحوم شوقي بيه. لكن بديعة جدا، أنا سعيدة أوي إني هسمعها. هسمعها لك حالا يا حبيبتي.
أديكي سمعتيها، وحتسمعيها تاني في الأوبرا؟ طبعاً، إذا كان كل حفلاتك حضرتها، أقوم ما أحضرش الحفلة دي؟ أي حفلة الأوبرا دي يا رجاء، هي الأمل اللي بحي علشاني، علشان أقدر أجد في نفسي الشجاعة اللي قابل بيها والدك. إمتى يا حبيبي اليوم ده؟ ونفضل سوا طول العمر. مش كفاية سياسة بقى؟ كفاية يا فندم. كفاية. يا فندم. جواز رجاء، مش هننتهي منه؟ طيب، هو أنا متأخر؟ أمال مستنيين؟ والله شفيق من يوم حادثة جلال ما فاتحنيش في الموضوع. يا بيه، ايه الافكار دي؟ هو طبعا فاهم انه طيش عيال، ده حتى اول امبارح قال لي انه هيحضر الشبكه خلاص. طب وما قدمهاش ليه؟ والله شفيق شاب متربي كويس. المهم والله يا ستي انهم يستريحوا هما الاثنين مع بعض. والله انهم الاثنين لايقين لبعض قوي. قولي له يجي يتعشى معانا الليله. اكلمه بالتليفون؟ يصح. ولو كان حضر الشبكه قولي له يجيبها يقدمها الليله وننتهي. ربنا ما يحرمنا منك ابدا. كوباية مية. حاضر. ياه، الساعة 3. Thank you.
اخي هات الدرق بحاله. ده انا عندي سهره الليله وحبيت اقيسها احسن اكون سمنت عليها. كده ملوش اخر. طب اتفضلي علي بس. انا ما عنديش وقت وجايه لك في مساله مهمه. خير؟ ايه الست دي كمان يا شفيق؟ دي بنت الجيران الجداد. دي حتى متجوزه. متجوزه؟ والبي فاهم انك جدع كويس ومستقيم. حكايه جوازه هتنهيها امتى؟ أنا متأخر. طيب يعني مش هجهز نفسي؟ أنا جبت لك الشبكة. اسهولة برلاند؟ أما بديعة جدا. أنا ممنون أوي يا أبله. ربنا ما يحرمني منك. بلاش كتر كلام. انت تيجي الليلة تتعشى معانا وبعد العشاء تقوم تلبسها لها. كده طوالي؟ امال مستنيه؟ انت مستني لما يطلع لنا جلال تاني؟ حد يفوت ثروة زي دي؟ اسمع، انا خلاص عملت ترتيبي مع البيت. طيب امرك. انا نازلة عندي مشوار لحد الخياطة. اوعى تتأخر، احنا منتظرينك على العشاء. تعرف يا شفيق ان التفاح ده مفيد جدا، والدكاترة بيقولوا ان اللي ياكل تفاحة كل يوم الصبح ما يشوفش الدكتور ابدا. فلما تبقى تتجوز بقى ما تبقاش تقطعه من بيتك. الرك بقى على رجاء هانم. نعيمة هانم خايفة تسمع. عايزة ايه؟ مش عايزاه يا بابا. مش عايزاه؟ كلام اهدى.
سليمان وشفيق راجل كويس قوي. حسن اقفل الراديو. انت مش زي الابهات التانيين، انت طول عمرك حنين عليا وبتحبني. اعمل معروف في بنتك رجاء وبلاش الجوازه دي. ما احبوش يا بابا. ما تحبش؟ انا مش بنت رجاء اللي جاوبني الاجابه دي، انت فهماني؟ ولا انا غلطان اللي اديتك شويه حريه اكتر من اللازم؟ انا مهما كان ابوكي وابعد نظر منك واعرف ايه اللي يضرك من اللي ينفعك. ما اقدرش اتجوزه، ما اقدرش اعيش معاه. ده كلام ما يدخلش دماغي. لازم في سبب ولازم اعرفه. قولي لي سبب معقول وانا اول من يساعدك. ما فيش سبب غير كده. انت هتخبي مني؟ انا ابوك يا بنتي. قولي لي على الحقيقه. قولي لي وانا وحياة ننتك. جلال يا بابا. جلال؟ انت لسه هتفكري فيه؟ انتوا مع الاتصال ببعض؟ كويس خالص، يعني اجوز بنتي للكاتب بتاعي اللي بيشتغل مغني دلوقتي. انت فاهمه انا قصدك انت؟ لما اموت، لما اتجنن، لكن طول ما انا حي فالزواج ده مستحيل. انت فاهمه مستحيل يعني ايه؟ الجلاله كويس خالص. بقول لك ده رايي انا. لا لا لا، مفيش واحده غيرك. ودلوقتي تشوف. أبلة أبلة، مفيش لزوم. أنا يظهر إني غلطان لأني اديتك بعض الحرية. وأنا مش ولد صغير. أنا وعدت خلاص. ولازم تتجوزي شفيق. معلوم، لازم تتجوزه. ما هو البيه لو كان عارف إن شفيق أخلاقه وحشة ولا سيرته مش نظيفة كان نافق. بالطبع لا. أنا يا ستي عاوز أتجوز جلال قد. جلال؟ قد اللي كان ناقص. تتجوزي لي واحد كان اصله كاتب في الدايره وعامل لي مغنوي دلوقتي؟ انت لازم اتجننتي. ابلة ابلة، مفيش لزوم. سيبني افهمها نتيجه عملها اللي زي الزفت. سيبني افهمها ان الطشه واللي اتقدمها هتعر ابوها وتعرنا. نعيمة هانم بتنتظر. ابلة ابلة عليكي، قليلة الادب. صحيح. اتفضلي اتفضلي. رجاء رجاء، يظهر انك بتكرهيني قوي. ليه بس؟ انا بالعكس احبك واقدرك واظنك تشعري بكده. انا يا رجاء هانم. من فضلك يا شفيق بيه سيبني دلوقتي، انا مضطربة. شفيق تعال معايا. Thank you.
إذا كنت عطلتك عن شغلك. أبدا، أنا في الخدمة. تفضل استريح. متشكر. أنا يهمني إني أفتحك طوالي في الموضوع اللي هكلمك فيه. أنا عارف كل حاجة. أنا عارف إن رجاء رجاء هانم دي حوادث بتحصل كل يوم، ولكن ظروفي الخاصة تجبرني إني لازم أقطع السلسلة. أنا حكون صريح تمام زي ما كنت حضرتك صريح معايا. وده بالطبع اللي أنتظره منك. أنا مش بس ابن صديقك، أنا أسير كرمك. لا يا إسماعيل بيه، أنا منساش المعروف. إذن هتقطع كل علاقتك معاها؟ هتريحني من الوجهة دي؟ إزاي؟ وانا كل املي في حياتي اني انجح واكون كفء لها. انت مهما وصلت ومهما نجحت فانا لا ابرر هذه العلاقه. انت مستحيل تفهمني، انا بتكلم كاب عارف ظروفه وظروف عائلته وتقاليد بلده، وانت بتسمعني كشاب لا يهمه الا عطفته وحبه وغرامه، مش كده؟ أؤكد لك يا إسماعيل بيه. ما تأكد ليش حاجة، أنا مقتنع بصحة نظريتي. مين يوافقك إني أجوز بنتي لمغني؟ ده المحامي مع إنه دليل الخير بين الخصوم ودليل القاضي في مهمته، كان من 30 سنة من الصعب عليه إنه يتجوز بنت من عائلة. وده ليه؟ لأن عقلية البلد كانت متأخرة. لكن أنا راجل فنان. ما تنساش يا جلال أفندي إني فتحت لك صدري وأنقذتك من الضيق اللي كنت فيه. أرجوك يا إسماعيل بيه، أنا مش ناسي معروفك ومش محتاج إنك تفكرني بيه. أنا أب يا جلال أفندي، أب يرى إن راحته وراحة عيلته وهناء بنته اللي ما عندوش غيرها متوقف على قراره الكبير. يعني عايزني اعمل ايه؟ انا اتركك لضميرك يا ابني. قدر مركزي كأب وقول لي هتعمل ايه. اسماعيل بيه، اعدك وعد رجل فنان اني هقطع كل علاقه لي بيه. ربنا يساعدني. أنا متشكر أوي. متشكر أوي.
والله ما أظنش إنه يفي بهذا الوعد. أنا متأكد إنه حينفذ وعده. وبعدين يا جماعة الأستاذ غاب أوي. ما تقول تشوفه يا أخي. يا أستاذ يا أستاذ اتفضلوا انتوا روحوا. قلت لك نيجي من الصبح. قرب شويه. ولا مفيش تسعه بس هنا ولا ايه؟ انا مفيش يا فندم، التذاكر خلصت. عايزة حاجة يا هانم؟ بحسبك عايزة تسألي عن الجماعة اللي عزلوا. لا، أنا جاية لجلالة فندي. جلالة فندي؟ الله. ما هم اللي عزلوا. هما مين؟ جلال افندي والست اللي وياه. الست اللي وياه؟ ست مين؟ والله مش عارف يا هانم الست دي تبقى له ايه؟ اهو مرة يقول اختي، ومرة يقول بنت اختي، لحد ما صاحب البيت شك فيه وامره بالعزال. مرضيش يقول لنا على عنوانه. طب متشكرة. خلاص
تمت المسألة يا سعادة البيه. ازاي؟ احكي لي. والله العظيم ثلاث ايام ما اتنقلت من القهوة اللي قدام البيت. وأول ما جت طرت وراها. كده كويس. يعني فقدت تمام انه خانها. بلفت قوي وصدقت انه له عشيقه صحيح. وعاوز ايه دلوقتي؟ اهدل 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 اهدل.
الله سلامك يا ابو بيان. الله يسلمك يا عم خليل افندي. كمان واحد لكم. انا بفرح بك قوي بنجاحك الهائل. بس اسمع، انا زعلان من البواب بتاع التاجر بتاعك. ليه؟ حبيت اخش معناها علشان اهنيك وافرح بك، فمنعني من الدخول. لا مالوش حق. لكن هنعمل ايه بقى؟ قلت لما قابلك ابقى اقول لك. ما حصلش صبح. لكن انت بقالك زمان ما غنيتش. والله مش مبسوط يا عم خليفة. ايه مش مبسوط؟ امال انا اقول ايه؟ الا بحق على فكره. انت دلوقتي بقيت معروف بكبارات البلد واعينها. ممكن تشوف لنا وظيفه في الحكومه كده زي ما تكون؟ وليه زي ما تكون؟ طب هات لي واحد من الحكومه يكتب خط زي خطي، ولا يعرف حساب زي، وهو عندك البيت بتاعتك. بعتني انا اسكندريه النهارده مخصوص علشان اعمل الحسابات بتاعت الفضايع والموبيليات اللي جايه من بلاد بره. حاجات ايه بقى؟ موبيليات فخره للهانم الصغيره. هتتجوز الجمعة الجاية. ما عقبال عندك إن شاء الله. ياه أنا اتأخرت أوي، لازم أكون في الجمرك دلوقتي. أستأذن بس. السلام عليكم. إن شاء الله حضورك أول فرصة. بس ما تنساش وصي بواب. عهدت أهلي أجيب
وانت المنى والروح ملقتش بعدك حبيبي لا البكاء أنا اللي بعدك ظناني شفت الفرح والهنا وشربت كاسة ضنا شفت الفرح والهنا وشربت كاسة ضنا وحيد حيران شريف والهاد أبكي 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 ونوح على أساكي وضحي قلبي وضحي قلبي وضحي قلبي في يوم في يوم هنا أضحي قلبي أضحي